السلام عليكم مرة رابعة. اليوم احنا كمان مرة في مستشفى شمساني في وحدة الخداج. الحمد لله رب العالمين، هاي العائلة بعد انتظار سنتين جاهم هذا الطفل الشاب الجميل العظيم، الله يحفظ لأهله. في مشكلة فحص السائل المنوي في حركة الحيوانات المنوية، من محاولة الأولى توفقنا معاهم ببرنامج الحق المجهر أطفال أنابيب، وجانا هذا الشاب الجميل لهذه العائلة المحترمة. نشكرهم على ثقتهم فينا، بقول النجاحات تيجي من عند الله. احنا اليوم تعبنا واجتهدنا، خامس قيصرية، يعني اليوم الرابع ورح نحكي على الخامس. الحمد لله هاي النجاحات كلها من عند ربنا سبحانه وتعالى. احنا نشكر ربنا ونشكر الجميع، نشكر الطواقم الطبية المساعدة، ونشكر الطواقم الطبية والأطباء وكل الناس اللي بتجتهدوا معنا. احنا الحمد لله احنا توفقنا وجاهم هذه العائلة الكريمة بعد انتظار سنتين، بعد محاولات كثيرة، بعد فهم لحالتهم من الموجودة في فحص السائل المنوي عند الزوج، وسبقوا الأحداث وأخذوا القرار وعملوا برنامج الحق المجهر للأطفال الأنابيب، وصار هذا النجاح من أول محاولة. كل ما بكرنا كل ما كان أحسن باستخدام التقنيات الجديدة واجتهادنا، وبفضل الله قبل كل شيء، والنعمة تيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى. برجع بكرر هذا الموضوع، احنا بنتعب وبنشقى، ربنا هو اللي بيرزق الجميع. انا بشكركم جدا، بشكر الجميع المتعاونين معنا وثقتكم بينا، والحمد لله ومبروك لهي العائله وكل العائلات. وبقول لكل الامهات لا تقنطوا من رحمه الله، النتائج راح تكون والعلم بتطور وكل يوم عم نطور، وان شاء الله يا رب الخير يجي للجميع. شكرا لكم، شكرا لكم. بعد سنتين في مشكله فحص السائل المنوي عند الزوج. شكرا.